كان طبعا الاهلي وبطل المغرب، شايفه ازاي حضرتك؟ نعم، شايف ماتش قمه بالنسبه للمغرب التطواني، يعني كله طموح وكله امال انه يواجه الاهلي المصري فارق القرن، يعني اللي مليء بالالقاب وبالخبره وكله تجربه كله. اذا المغرب التطواني كله حماس انه تنازل الفريق الاهلي المصري، ولا استطعنا نفوز على الاهلي المصري غادي يكون تاريخ، لماذا؟ وهذا حق مشروع، ولكن كنبقاو بانه غادي نواجهوا فريق بكل المكونات ديال بكل المعنى الكلمه، يعني يستحق التقدير والاحترام، وكنقدروا نيتو كيعجبنا وانا معجب به كذلك، ولكن هذه هي الرياضه. حنا نتمنوا يجوز تكون الروح الرياضيه سائده ونكونوا كلنا مبسوطين وفرحانين من بعد الماتش، سواء انتصرنا او تعادلنا او انهزمنا، لان الرياضه هي الروح الرياضيه، فيها التعادل وفيها الانتصار وفيها الهزيمه.